تنسيق الجامعات 2024، أين يذهب الحاصلون على أقل من 91% علم علوم؟ الناس اللي جايبة أقل من 91% من العلم علوم في الثانوية العامة أكيد في حيرة كبيرة. صاحب المجموع ده بيحس إنه زي اللي رقصوا على السلم، لأنه بيلامس مجاميع كليات القمة، لكن في نفس الوقت مش قادر يلتحق بالكلية اللي تمناها. يمكن فرصه في دخول كليات المجموعة الطبية، واللي كل الأرقام بتقول إن الحد الأدنى لآخر كلية طبية وهي الصيدلة ممكن يقف عند 91%، لكن المجموع ده مازال صاحبه من فئة الطلبة الممتازين، وعنده فرص كبيرة للالتحاق بكليات علمية أو نظرية مطلوبة في سوق العمل. مازال أمامك أماكن محدودة في الطب البيطري والحسابات والذكاء الاصطناعي وكل الأماكن المتاحة في كليات العلوم، كمان في أماكن وفيرة في كليات التمريض والألسن والاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام والتجارة والأداب والحقوق والتربية النوعية والتربية الرياضية. ولازم تكون متأكد إنك تختار تخصصك وفق مهارتك وشغفك، واقرأ كويس عن كل تخصص، واسأل معارفك وأصدقائك اللي التحقوا بالتخصص اللي انت اخترته. واحنا ببوابة أخبار اليوم متابعين معاك، وهنقدم كل اللي يهمك عن التنسيق. تابعونا.